أقامت كلية العلوم في جامعة النهرين المهرجان الطلابي للأنشطة اللاصفية لكافة الأقسام بحضور عميدة الكلية ورؤساء الأقسام والتدريسين والطلبة. الحمد لله نبتدئ اليوم أعمال المهرجان الطلابي للأنشطة اللاصفية، وأنا أعتبرها هي أنشطة روحانية ممكن أنه تجدد روح الطالب، تزرع الثقة بينه وبين العمادة وأساتذته، باعتباره أنه ممكن ينبون الطموحات أي كانت عنده، سواء كانت هوبيز، ممكن أنه تكون عنده أنشطة ثانية ممكن ينميها من خلال بيت الثاني اللي هو كلية العلوم. أنا سعيدة جدا في أنه أنا أحضر هذا المهرجان، طبعا أشكر الجميع القائمين عليها سواء كانوا إعلاميا سواء كانوا تنظيميا. اليوم طبعا شاركنا بالمهرجان العلمي اللاصفي اللي قام سيا جامعة النهرين كلية العلوم، واليوم إن شاء الله قسمنا قسم التحليلات المرضية التطبيقية أقام مهرجان ونشاط تجاربي بالعلمي بالتجارب المستخدمة إن شاء الله مالتنا، وفادوا الطلاب أنه نظروا أنه للتجارب مالتنا بصورة علمية وعملية. تضمن المهرجان إقامة فعاليات مختلفة من قبل الطلبة من مختلف المراحل والأقسام، كالمسابقات العلمية ومسابقة الركض ومعرضا للصور والشعر والغناء وإلقاء الحكايات، كما قدم الطلبة برامج لتطوير الذات فضلا عن المشاركة بتجارب علمية في مختبرات الكلية وتقديم برامج اجتماعية وغيرها. شاركت آني ويا تجربة الكشف عن الحوامض والقواعد. استخدمنا بتجربتنا هي ماء اللهانة الحمراء، استخدمناها ككاشف عن بعض المواد اللي هي الليمون، اللبن، بيكربونات الصوديوم، الخل، الصابون السائل. قمنا بتجربة الحموم البركانية، استخدمنا أويل وبيكربونات الصوديوم، مزجناهم مع بعض واستخدمنا مي وخل وصبغة طعام. حبينا نسوي هاي المشاركات للطلاب على مود نطلعهم من أجواء الدراسة والضغط الدراسي، خصوصا هسه فترة امتحانات، نغير لهم الأجواء، الجو حلو، وسوينا لهم مسابقات رياضية. ثلاثة يوم الأربعاء غدا إن شاء الله مهرجان للألعاب الشطرنج والريشة والمنضدة، وإضافة إلى قسم يربح للأسئلة، ويعني مهرجان كلش حلو، مهرجان ترفيهي للطلاب يطلعنا من أجواء الضغط الدراسي. تأتي هذه النشاطات من أجل تشجيع الطلبة على ممارسة هواياتهم والعمل على تطويرها، كذلك لدعم ورعاية نشاطات الطلبة المختلفة كونها جزء مهم من العملية التعليمية.